في بالي جا الوقت باش نعمل ابيزود على جيمنج نيوز. قد عنا ما عملناش ابيزود جيمنج نيوز، يا حسره. في بالعمل نسيت، انا نسيت لي عندي سيري جيمنج نيوز. دايما علينا اليوم باش نعملوا تغطيه للكونفرنس نتاع اي اي في الاي 3. سو ما دام نزيدوا في الحديث، ليتس جو. السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كاف وكيل عادة في فيديو جديد. اليوم نتقابلوا في الابيزود، نسيت الابيزود قديش بالله، انا مش نشوفه ونجي باهي. دونك الابيزود طلعت ابيزود 10، اخر ابيزود عملته هي الابيزود 9. السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كاف وكيل عادة في فيديو جديد. اليوم نتقابلوا في الابيزود 10 من السيري بتاعنا جيمنج نيوز. اليوم باش نحكيو على الاي اي الكونفرنس نتاعها في الاي 3. برشا اخبار الاي 3 السنه مش نورمال. دونك باش نبداو بالفيديو بالابيزود نحكيو على لي كونفرنس، واذا كان جو تستحق انه نعملوا عليها فيديو كامل. هذا بالطبيعه من طلب منكم انتم، كما طلبتوا مني الفيفا، كما انا نحب الفيفا مش طلبتوها مني، مي برشا عباد طلبوها مني باي ذا واي. دونك without any further ado let's go. هي بدات الايفينمون تاعها وحكيت على تايتن فول 2. اللعبه الجديده هذه باش تخرج في 28 اكتوبر على البي سي ولي كونسول نتاع الجيل، معناها نتاعنا احنا اليوم البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 والاكس بوكس 1 اس. يكون بعد نحكيو عليها، ما راهم نفس الحكايه. دونك السي دي يمشي على الزوز، ما تبدل شيء. باين نرجعوا لحكايتنا تايتن فول. تايتن فول باش تحللها بيتا باش تبدا عن قريب، تحط لكم اللينك نتاعها لوطا في الديسكريبسيون. وزاد عملت لها مود استوار جديده، يعني ستوري للجو تحكي على العلاقه ما بين التايتن واللي يسوق في التيتان. دونك هذيك هي الاخبار بالنسبه للتايتن فول. من بعد حكيت ايه على ماس افكت اندروميدا. الجو هذه باش تخرج في العام الجاي في 2017، اول 2017. عملت لنا تريلر وريتنا فيه شويه من الجيم بلاي، شويه من ستوري، وشويه على الديفلوبمون نتاعها كيفاش طوروها وكيفاش لي ديفلوبر معناها خدموا عليها. الجو هذه باش تخدم الموتور فروست بايت، باش يكون عندها اثر كبير حسب رايي عند لي فان نتاع ماس افكت، خاطرها نقولوا نقلة جديدة في السيري نتاع ماس افكت. باش تكون في مجرة جديدة كليا ما يعرفها حد، وباش تكون فيها جرافيك واو روست بايت مان. من بعد كيما كل عام اي اي تحكي لنا على الفيفا 17. انا عملت فيديو كامل على الفيفا 17، سوي نجم اذا كانت تحب، اذا كان ما تتقلقش تمشي تعمل نظر عليه. الفيديو على الفيفا 17 فيه اون ديتاي كل شيء على الفيفا 17 من جيم بلاي فيتشرز ونيوز وكل. مي حاجه ما حكيتش عليها هي انه باش يعملوا مدربين بالوجوه نتاعهم اللي هما حسب ما نتفكر كلوب، غوارديولا، مورينهو، وبيليغريني في بالي نتاع مانشستر سيتي. سو في بالي هذوما هما ديجا في مورينهو جا للسين، دونك طلعوه في السين نتاع الاي 3 نتاع الاي اي بلاي في لندن. سو برشا فازات جدد عملتهم اي اي كيما قلت لكم. اذا كانت تحبوا اون ديتاي شنو صار تمشيوا للفيديو نتاعي الاخر. اعلنت اي اي على اي اي اوريجينالز اللي هو سيستم جديد يحاولوا يعاونوا به الاستوديو جدد نتاع الديفلوبمون نتاع لي جو. كيما نقولوا مثلا استوديو تونسي عنده جو معينه صغيره عجبت الايكيب نتاع اي اي اوريجينالز، دونك هكاك ينجموا يعاونوهم بالفلوس بالماتريال باللي تقدر اي اي. واذا كان الجو معناها نجحت وكيما نقولوا عجبت لي ديفلوبر نتاع اي اي، هكاك اي اي تتبناها تاخذها من عندهم تعمل لها الماركتينغ نتاعها وكل. واعطاو اكزومبل لي جو هذوما، جو اسمها اف اي ولا في ما نعرفش كيف تتنطق، المهم اف او. دونك هكايا كيفاش تكتب الجو تحكي على الغناء وكيفاش معناتها باش تحل الغاز وفازات هكاك. دونك انا جو مانيش انتريسي برشا بيهم لي جو هكوما بصراحه، مي ان توكا نتصور اللي عنده استوديو ولا اي حاجه هذه خبر باهي برشا. من بعد كيما كل عام اي تحكي لنا على ستار وورز. اللعبه هذه اسطوري عند اي اي كيما تعرفوا، فيلم اسطوري بر. انا مش من الفانات نتاعو، مي كيما معناتها نتبع شويه منه. المهم ستار وورز باش تخرج لها جو من عند دايس، باش تطورها دايس، ممكن تكون جزء ثاني من ستار وورز باتل فرونت. باش تخرج لعبه من عند فيسيرال جيمز زي ستار وورز اخرى بقصه جديده اخرى، وفي الاخر باش تخرج جو جديده بقصه نتاع اكسيون جديده كلها اون مود تي بي اس، يعني ثيرد بيرسون شوتر. الله اعلم شنو باش يصير بالنسبه لستار وورز هذوما. معناها النيوز اللي قالت عليهم اي اي ممكن في الايام الجايه تزيد تحط لنا تريلرز باش يزيدوا يوضحوا شنو صار اكزاكتومون. وفي الاخر
Yes, the Battlefield 1 hype is real. حكيت لنا على Battlefield 1 EA عطتنا تريلر جديد تعود في برشة كونفيرنسات. ما معلينا، المهم التريلر هذا يركز على كيفاش الطقس باش يتبدل ما بين الليل والنهار، الفيكلز اللي باش نستعملوهم، الأسلحة اللي باش نستعملوهم، شوية شوية هكا لقطات من الجيم بلاي، من سورتو ركزوا على السينيماتيك، ركزوا معناها على الباز نتاع الجو. بالحق اللي يشوف التريلر الجرافيك، إذا كان الجو بالحق باش تخرج هكاك بالجرافيك هكا، شنو هكا يا معلم؟ إي وفروست بايت ودايس حكاية أخرى برجولية. ما هذو ما كانوا الأخبار والكونفيرنس نتاع إي الملخص نتاعها الكل. استناونا ممكن اليوم، هو ديجا هذا بشابط الليلة، ممكن غدوة، ممكن الليلة في الليلة، لكن نجمت نصور مع لحقهم لي دوز إبيزود باش نحكيو على بيثيستا الكونفيرنس نتاعها. معناتها فيديو باش يكون قصير خاطر ما عملش لي زانونسمون كبار، ممكن نعملهم دو كونفيرنس في نفس الوقت. ان توكا ان شاء الله عجبكم الفيديو، اذا كان عجبكم حطونا لايك، اذا كان ما عجبكمش حطونا ديسلايك، كومنت شير سبسكرايب وكالعادة. كان معكم احمد كابو من موقع تيريزن جيمر، ان شاء الله نقابلو مرة جاية في فيديو جديد. تشاو.